مقابلة فهو انتصار بالنسبة لنا مهم، أول مقابلة في عصبة الأبطال دور المجموعات كتفتح لك آفاق أنه تأهل للأدوار الموالية. كان لزاما علينا أننا اليوم أول حاجة نفرحوا الجماهير ديالنا اللي صبرات علينا وعطاتنا واحد الفرص اللي هي عديدة، فاليوم ما كانش عندنا خيار وما كانش عند المدرب خيار إلا الانتصار، خاصة بأن عصبة الأبطال أول حاجة خصك تربح في الميدان ديالك وتقلب على نتائج إيجابية خارج الميدان، فالحمد لله ربي وفقنا اليوم، وكنظن بأن هذا الانتصار غيعطينا واحد الأريحية باننا نهيئوا المقابلات المقبله في واحد الجو اللي هو مزيان، خاصه عندنا انتدابات اللي هي جديده واول لقاءات ديالهم، مازال كيتاقلموا مع الاجواء، مازال كيتاقلموا مع اللاعبين، فكنتمنى اننا نكونوا عند حسن ظن الجماهير ديالنا ونفرحوهم، وهاد اللعابه هما يكونوا عند حسن الثقه اللي وضعنا فيهم ويعطيونا واحد المردود يكون ايجابي ان شاء الله. شفتوش ان هاد اللاعبين الجدد يعني غامرتوا بهم اليوم مثلا في المقابله الاولى وما كانوش يعني مستانسين في الاجواء؟ فكنظن فهما مده وما كيتدربوا مع الفريق، فكنظن الا جبنا واحد اللاعب محترف ومنين الاسم ديالو فهو لاعب متخص يكون جاهز، فعطيناهم اليوم فرصه بينوا بان عندهم مؤهلات، بطبيعه الحال المردود ما يمكنش غتاخذ 100%، ما عطاوش هما المردود ديالهم 100%، خاصه يلا كان كابانغو كان عنده تربص في مع المنتخب الكونغولي في البحرين، فجا بادي بانغا كان عنده واحد التوقف ديال واحد المده اللي هي طويله، مروان فخر اول مشاركه ديالو في كاس عصبه الابطال، فكنظن ان المردود ديالهم كان مردود اللي هو مقبول، وكنتمنى انه المردوديه تزيد تطور ان شاء الله، وماشي مغامره لان كاين مدرب، كنظنش ان غنجيبو ما مسموحش لينا نجيبو لاعب اجنبي ولا لاعب افريقي ونخليوه حتى يقنعنا 100% عاد ندخلوه، فاحنا خدينا على العاتق ديالنا اي لاعب اي انتداب جا الا خصو يعطي الاضافه لنادي الرجاء الرياضي، والا لا داعي لانتداب هاد اللعيبه. غنشوفوا مارك بيرموس في ديك التحشيات المقابله انسحاب من البطوله. ما عمرني قلت ما فهمتش انسحاب من البطوله. اعطيني السؤال باش المدرب مارك فيلموس نشوفه في دكه التحشيات في باقي المقابلات. بطبيعه الحال لان كان خطا، لان مارك فيلموس في كاس السوبر الافريقي اللي عملنا ضد الاهلي المصري فكنا طلبنا ان التاهيل ديالو تم التاهيل ديالو في النظام المعلوماتي ديال الاتحاد الافريقي لكره القدم، اضافه اللي هو الستاف ديالو، وكانوا اربع انتدابات اللي هما حركاس بن جديده كوياطي وحميده حداد، نفس الوقيته اللي اهلنا في هاد اللاعبين فاهلنا فيها المدرب والطاقم التقني ديالو. كنتفاجئوا حنايا في الاجتماع التقني بان كيقول لك المسؤولين على الاتحاد الافريقي بان فيلموتس والطاقم ديالو غير مؤهل، استفسرنا على الامر قال لك بان خصنا نطلبوا التاهيل ديالو في عصبه الابطال، ما جاتنا حتى شي مراسله للاسف، ولكن كاينين اللاعبين اللي اهلناهم ومازال مؤهلين منهم بن جديده، فكنظن بانه كان خطا مشترك، الناس الاداريين ديال نادي الرجاء الرياضي خصهم يتحملوا مسؤوليتهم في هذه المسائل هذه، لان لا يعقل نادي كنادي الرجاء الرياضي صوره لا تشرف صراحه ما عجبتناش، ولكن هذا خطا ماشي كنتعلم هي لان الاتحاد الافريقي كيتحمل المسؤوليه في هذا الخطا، خاصه ان الطاقم التقني كان ديجا مؤهل في المقابله ديال الاهلي. شنو هو العمل اللي باقي كيتسنى فريق الرجاء الجداوي اللي تقدروا توعدوا به جمهور فريق الرجاء الجداوي؟ وكنظن الاستاذ انيس في الحمله ديالو هو واعد الجماهير الرجاويه بواحد الفريق اللي هو قوي تنافسي، واحد الفريق اللي كيلعب على الالقاب، فما مسموحش لنا حنا ان كنقولوا البناء، ولكن البناء مع تحقيق الاهداف. انا شخصيا كرجاوي ماشي كناطق رسمي، فما كنقبلش ان نادي الرجاء الرياضي ما يلعبش ادوار اللي هي طلائعيه، فالاهداف اللي كنقولوا للجماهير ديالنا هو ان غنلعبوا على الالقاب، واي لاعب ولا مدرب ولا مسؤول غيجي الراجل وما قادش يلعب على الالقاب، فمن الاحسن اللي يقلب على شي فريق اخر، ما كنتحملوا المسؤوليه الا اننا باغي نبنوا واحد الفريق قوي، ودرنا انتدابات وتمحنا فيهم وصبروا معنا الجماهير وكنعتذروا لهم على لان دوزنا واحد الفتره ديال الفراغ ما كناش راضيين عليها، ولكن كنتمنى اننا نكونوا عند حسن الظن ديالهم، حتى حنا رجاويين حتى حنا عروقنا ودمنا كيجري فيهم الدم الرجاوي وكنبغيو الانتصار، ولكن فوق طاقتك لا تلام، وكنتمنى اننا نفرحوهم ونسعدوهم.
اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.